مساء الخير متابعي طقس العرب في السعودية. نهار اليوم الاثنين سادت عموم مناطق المملكة أجواء شديدة الحرارة، ولكن في أجزاء أو بعض من أجزاء المناطق الغربية سادت حالة من عدم الاستقرار الجوي. نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة الرياض، بتسجل 30 مئوية وأجواء صافية، نسبة الرطوبة 61% وسرعة الرياح 18 كيلومتر في الساعة. نتعرف الآن على درجات الحرارة المتوقعة في باقي مناطق المملكة، نبدأها شمالاً، وسكاكا نهاراً بتسجل 41 ليلاً 17، عرعر أيضاً بين 41 26 ليلاً، تبوك 40 نهاراً و25 درجة مئوية إن شاء الله وأجواء حارة. انتقالاً إلى المناطق الغربية مع مدينة منورة 46 نهاراً 32 ليلاً واحتمالية لهطول زخات من الأمطار الرعدية، مكة المكرمة 46 نهاراً 33 ليلاً، الطائف 36 نهاراً 28 ليلاً، وجدة 40 نهاراً وبتنخفض ليلاً إلى 32 درجة مئوية إن شاء الله. انتقالاً إلى مناطق الجنوبية الغربية وأبها، هناك غبار خفيف بتسجل بين 32 نهاراً 19 ليلاً، الباحة 33 نهاراً 22 ليلاً، واحتمالية لغبار خفيف بسبب هبوب الرياح المثيرة للأتربة والغبار، جازان غيوم متفرقة 37 نهاراً وبتنخفض ليلاً إلى 29 درجة مئوية. مع المناطق الشرقية والدمام بتسجل 42 نهاراً 32 ليلاً، حفر الباطن أجواء حارة 45 نهاراً 32 ليلاً، والإحساء 46 نهاراً و30 ليلاً وأتربة مثارة. أخيراً مع المناطق الوسطى مع العاصمة الرياض، نهاراً 44 أجواء حارة 29 ليلاً، بريدة بين 43 و29 وأجواء حارة، وحائل بين 41 نهاراً وأجواء حارة و25 درجة مئوية بتنخفض ليلاً إن شاء الله. متابعينا ما تنسوا تتابعوا باقي تفاصيل نشرات طقس العرب أو حملوا تطبيق طقس العرب. إلى هنا، إلى اللقاء.